مولاي السلطان أمرنا نحطها بالحبس. خسارة يا فيروزة أنا وثقت فيك. ليش عملتي هيك؟ هو يوم طلع معها سللتي لبيناتنا مثل الحية. سلطان خلصي. يلا خدوها لهالجاسوسة. رجعوا حطوا فيروزة بالحبس. هنن شو عم بيستنوا؟ أنا ماني فهمانة. إبراهيم باشا عم يحقق بالموضوع سلطانة، والحكم ما رح ينفذوه بدون ما يجمعوا معلومات. ماشي. السلطانة خديجة هي اللي حاكي مع السلطان مشان مشكلة فريال، وبالنسبة لقصة تعيينك أنت مجبور إنك تروح لأنه ما فينا نعمل شيء. مثل ما بتشوفي يا سلطانة. رستم آغا، ما رح تروح للأبد. بكرة برجعك ورح تكون أقوى من قبل. قدي عندك وقت؟ الباشا أعطاني شهر. حلو. بالأول خلينا نتخلص من فيروزة. بيرجع بيجي دور إبراهيم. مولاي صباح الخير. صباح النور يا إبراهيم. تعال خبرني شو عرفت. أنا التقيت مع كم شخص بيعرفوا طهماز وأفراد عيلته عن قريب يا جلالة السلطان. المرة عم تحكي صح، واسم السلطانة فيروزة بكوم، وأبوها هو الشيخ إبراهيم وبيكون عمه لطهماز. كان مستلم مسؤوليات كتير مهمة بالدولة، وهو كان قريب كتير من سام ميرزا أخوه لطهماز. قال كان ناوي يسلموا العرش. بعد ما انكشف الموضوع صار في خلاف، والشيخ إبراهيم اضطر انه يهرب هو وكل افراد عيلته، بس بالنهاية لحقوهم وغرقوا لهم سفينتهم بالبحر، وظنوا فيروزة ماتت معهم. بهالحالة فيروزة ما لها جاسوسة صح؟ صح، واكيد هي ما خبرتنا لانه خافت انه نسلمها، لانه رح يقتلوها. شو بتحب تساوي يا مولاي؟ يلا قومي معي رح نروح. انتو هلأ بتكون تقتلوني؟ سلطانة، من شوي اجيت لشوف جيهان جير بس ما كنتي موجودة. تمشيت بالحديقة شوي، شو صاير؟ قالوا لي عن فيروزة. ما عم صدق اللي ساوته. طلعت وحدة ما نسهل بنوب وحية. من هون ورايح لا تذكري اسمها أبدا. ماشي مريم. خدوها مولاتي السلطانة. خير؟ شو عم يصير عفيفة خانة؟ هي شو رجعها الحرم لك؟ ليش طلعتوها؟ مولاي السلطان هيك أمر.
طلب منا انه نطلع فيروزة خانو من الحبس وناخدها على مهجع المفضلات. ادخل. مولاي اجت السلطانة هيام. دخلها. سليمان احكي هيام، بس يا ريت بسرعة لأنه عندي شغل كتير. شو اللي عم بيصير هون؟ أنت شلون بترجع فيروزة على مهجع المفضلات يا سليمان؟ أنا شفت إنه هيك مناسب. نحن تأكدنا إنه فيروزة مانا جاسوسة. كيف؟ رح تضل هون بالحرم لك؟ يعني وكأنه ما صار شيء؟ لسه ما أخذت قرار مشان مصيرها. سليمان فيروزة مسلمة، يعني ما بيصير تضل بالحرم لك أبدا. شو رح تعمل؟ بدك تكتب كتابك عليها مشان تضل قدامك هون؟ بس أخذ قراري رح تعرفي مثل كل الموجودين هون. هالقرار مو بس بخص مصيرة سليمان، قرارك هاد رح يغير حياتي كمان. بترجاك يا سليمان لا تخليني أعيش بهالعذاب. سلطانة شو يا سنبل؟ شو صار؟ السلطان أخذ قراره ولا لا؟ سلطانة فيروزة خانم طلعت قبل شوي على غرفة جلالة السلطان، واللي فهمته من عفيفة خانم يا سلطانة إنه السلطان أمرن تجي لعنده، فأنا بتوقع إنه مولاي السلطاني بلغ بقراره. يعني سلطانة واضح انه المرة ما طلعت جاسوسة، وبهيك حالة لازم ينكتب كتابها لحتى تضل بالحرم لك. بلكي السلطان قرر انه يكتب كتابه عليها وقتا، نحنا شو رح نعمل؟ سلطانة نازلي طلعي انتي وخلي جيهانجير هون. Thank you.
مولاي. تعالي يا فيروزة قربي لعندي. خليتهم يسألوا عن كل شيء قلتي لي اياه من قبل وطلع مزبوط واقتنعت انه انا مالي جاسوسة وانه كل شيء قلت لك اياه صحيح ولهيك ضميري مرتاح وانا مو متردد ابدا بخصوص القرار اللي بدي اخده القرار اللي رح تاخده شو ما كان رح يكون هو قدري إذا بتقلي ضلي هون بالقصر رح ضل جاريتك وإذا قلت روحي رح روح وإذا بتقلي موتي رح موت مولاتي السلطان نازلي سلطانة أنا جاي هلأ من عند السلطان جلالته توصل لقرار نهائي بخصوص موضوع فيروزة خانم وإجيت لحتى أخبر حضرتك قولي مولاي قرر أنه يبعد نهائياً عن الحرم لك يعني هو رح يسلمها لقصر العجم مو هيك؟ لا يا سلطانة في مرة تانية
وأخيرا اجت نهايتك. ليش جاي؟ أكيد من شان تودعيني ومن شان نحكي شوي. لا تخافي، رح أترك لك وقت لتضبي ثيابك وغراضك. خسرتي يا فيروزة، النتيجة واضحة من البداية. لو إنك من الأول سمعتي كلامي ما كنتي رحتي من هون وأنتي هيك مزلولة. العشق إذا كان عن جد حقيقي جواتك ما رح تخسري بنوب ولو بعدوكي، لأنه العشق الحقيقي رح يضل بقلبك، وقد ما حاولتي تبعديه وشو ما عملتي رح يضل جوات قلبك. شوفي، كل يلي بيخسروا بيواسوا حالهم بهيك قصص. شو كنتي رح تقولي لو سمح لك السلطان إنه تضلي عايشة هون بالحرم لك؟ أنا رح جاوبك، أكيد رح توقفي وتتبجحي بانتصارك، صح كلامي؟ بعدين يا فيروزة، الحب الحقيقي للسلطان سليمان هو أنا، وقراره اليوم بيثبت إنه كلامي صحيح. أنتي لسه بتتذكري الاتفاقية؟ وإذا أنا اللي خسرت قدامي بدون تردد رح أشربه لهالسنة، وأنتي يا فيروزة فيكي تعملي مثلي وما بتردد ولا لحظة. شوفي، ما رح أطلب منك تنفذي يلي قلتي، لأنك أجبن من إنك تنفذي هيك وعد. أنا متأكدة. يا رستو، لازم ناخد كل احتياطاتنا، لأنه ما بدي هاي فيروزة توقف مرة تانية بوشي. سلطانة، هاي شغلة سهلة. فيروزة من السلالة الصفوية، منبعت خبر لهنيك وأكيد رح يبعتوا شي واحد من عنده اللي يخطفها أو يخلص عليها. رستم آغا، صاير عم تقرأ اللي بدي أقوله. وبهيك حالة يا سلطانة، أكيد ما حدا رح يشك فينا أبداً. يلي بيتجرأ يوقف بوشي لازم يدفع الثمن غالي، وست فيروزة رح تدفع الثمن مضاعف.